فقرة تكريم، فقرة تكريمات، وإن شاء الله هنختم مع الفنان أحمد إسماعيل. نفتح باب الأسئلة والمناقشة من الجمع الكريم للسادة الحضور، سواء كان في الأغنية أو اللغة النوبية أو التراث النوبي. معلش انا عندي كام سؤال كده. اولا اللغه النوبيه انا لاحظتها، انا كنت في اسبانيا وعشت يعني حته كده، وبعد كده هنوجه السؤال ليكم انتوا الاساتذه كلهم. في الاسبانيه في كلمه اسمها بالاسباني، في كلمه اسمها اسكاليرا، اللي هي ايه الاسكاليه اللي هي السائل دي، يعني كده عرضا يعني. انا لاحظت في كلمه على الاستاذ ناصر في الأغنية اللي هي بتاعت الجدي، وهي مكررة دايما، النبي قدام علي ورا، النبي الأول علي ورا، النبي قدام علي ورا، وفي في الجدي حتة برضو من برضو نفس المعنى، فدي معناها يعني. هل كان فيها حتة من آل البيت أو من التشيع؟ ده جزء. وفي جزء أساسي، اللغة النوبية اللي احنا بنقول عليها اللغة النوبية، هل هي الكنزية ولا الفابتشة ولا هما الاثنين معا؟ هي اسمها اللغه النوبيه، ودول لهجتين مختلفين مختلفتين طبعا. احنا يعني الكنز غير الفريج خالص، بتهيألي يعني كلمات كتيره ومعاني كتيره، فدول بتهيألي ان هما لغتين منفصلتين او لهجتين منفصلتين. انا بقى من ملاحظتي في يعني انا بخطو اولى الخطوات في البحث النوبي، والنهارده كنت عند استاذنا اللي انا بسميه أو بسمي اللي احنا فيه ده كله والاهتمام باللغة النوبية، أنا أصلا دراستي في السياحة وعلم المصريات، فده بسميه اللي احنا فيه ده كله، والشرائط اللي أنا سمع أو الفيديوهات على اليوتيوب اللي أنا سمعتها للأستاذ ناصر، والأغنية الجميلة لأستاذنا الفنان أحمد إسماعيل اللي هي محمد عثمان حسن وردي، أغنية مشهورة جدا. دي أغنية ما شاء الله، يعني لما كان في السودان السودانيين استقبلوها واستقبلوه طبعا في القنوات كلها هناك. إن من 20-30 أغنية بتوع محمد وردي، هو ما شاء الله الأستاذ أحمد إسماعيل الفنان محمد إسماعيل عمل، أو أحمد إسماعيل سوري معلش، أحمد إسماعيل عملها في أغنية واحدة، من كل أغنية كلمة أو كوبليه وكون أغنية كاملة، وده إعجاز فعلا، إعجاز يعني نسمنه عليه. فأنا سميت اللي احنا فيه ده علم النوبيات زي علم المصريات، سواء اللغة علم في اللغة النوبية، في الفن النوبي، في العادات والتقاليد النوبية، في الجمعيات والندوات الثقافية اللي بنشكر عليها جمعية الإنداب الخيرية والأستاذ إدريس جاشو وكل الإخوة اللي في اللجنة معاه. ففي من الكلمات اللي انا لاحظتها كلمات نوبيه متشابهه في الحروف ولكنها مختلفه في المعنى كليه، زي كنتي قوم، كنتي اللي هو الدبان مثلا، كاتي وكيتي، اربع خمس كلمات نفس الحروف بس مختلفين في المعنى، زي وفي مورتي وفي مارتي وفي مرتي كمان بقى، دي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الجمع بالجمع. فانا كنت عامل في المنتدى النوبي، منتدى الندان، فقره كامله، ويمكن ان شاء الله ابعتها للاستاذ ناصر والدكتور عمر على اساس نعرف ايه الفروق بين الكلمات المتشابهه دي في الحروف والمختلفه في المعنى. شكرا جزيلا لكم، والمجال مفتوح يعني لكم. هجاوب على السؤالين. طبعا الكلمه الاولانيه الاسكاليه هي نوبيه، ما يمكن هم دول هياكدوه، وده اختراط بين اللغات. قلنا الحملات اللي كانت بتيجي بتاخد كلمات وترجع وكده.
بالنسبة للغة النوبية هي أساسا لغة واحدة، هي اللغة اسمها اللغة النوبية القديمة، منها تفرعت الأربع لغات المختلفة. وخلي بالك أربع لغات، لغات مش لهجات، ليست لهجات. وممكن من اللغات، من اللغة تنحرف منها صوتيا لغات، وده اللي موجود في اللاتينية. اللاتينية انحرفت منها صوتيا السبع أو الثمان لغات اللي احنا عارفينهم، الأسبانية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية، كل دي إيش معنى قلنا عليها لغات وهي أصلا منحرفة من اللغة اللاتينية. فممكن اللغات تتولد منها لغات تانية، لأن كل لغة استقلت بقواعدها مختلفة في الجرامر بتاعها. لكن احنا لو عملنا حصر، انا ليا صديق زميلي في الماجستير بتاعه عمل حصر بين المحاسية والمقارنة يعني بينهم، بين المحاسية والدنجلاوية، اكتشف ان 52% من المفردات هي واحدة، نص يعني 50 52 لا، وفي بقى 27% من المفردات هي موجودة بمعنى تاني، بمترادف تاني. يعني مثلا الكندية هانو كج كج، مش كده أحمد؟ كج، عندهم هم حصان وعندنا احنا حمار، فالمفردة موجودة بس بمعنى تاني. كده وصلنا لا يقل عن 79. نيجي بقى في بقية النسبة، الاختلاف بينهم، احنا عندنا مثلا فنتي، هم بيقولوا بنتي في دونجولا، يمكن يكونوا بيقولوا بنتي، بنتي يعني الف عندهم ب، ده يدل لو كان ده بقيه الكلمات السين السين شين، والدال بيقلبوها ر، ده بيدللنا ان تقدر توصل الى 99% هي لغه واحده. خلاص دي جاوبنا السؤال الاخير كان ايه؟ هو الكلمات المتشابهه في الحروف والمختلفه، الكلمات المتشابهه هي اللغه النوبيه بتنعم بحاجه دقيقه، يعني لغه دقيقه جدا. اللغه النوبيه بتديك يعني اللغه العربيه طبعا في عندنا خمس حركات، مش كده؟ احنا بناخد الخمسه دول وبنضيف عليهم حركتين تانيين، الكسره المماله والضمه المماله، فده بيديني دقه، يعني بيديني اضافه اكتر من اللغه العربيه. يعني انا لو اللغه العربيه الفتحه هنقول الف ا، هنقول كسره اي، بعد كده او ضمه اسامه، هنيجي ناخد الشده، كل ده موجود احنا معاهم في ده. لا احنا كمان عندنا حاجه ثانيه، عندنا حركتين ثانيين مش موجودين عند العرب، اللي هو الاي اس ان، مش عارف ايه اللي اسمها الكسره المماله، وعندنا كمان الضمه المماله الاو، الانجليزي عندهم برضو الاو، احنا عندنا الاو. فده بيخليني بيديني دقة يعني شديدة الخطورة، إن أنت اللي ما بيعرفش نوبي بيتعب في الحتة دي، في إنه هو يجي يفرق بين الألف ده هل ممالة ولا هي كسرة صريحة ولا كسرة ممالة. فأنت يعني زي إيه يعني لما تيجي تمسك الكلمات اللي أنت قلتها، اللي فرق بينهم هي إيه؟ الكسرة والضم. كوتي دي ضمه صريحه على 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 الكاف كو. طيب لو قلت كا كاتي هتبقى فتحه، كيتي كي دي دي. وممكن في مفردات ثانيه تلاقي كي كنتي مثلا، يعني هتلاقي كاف عليها كسره مماله وبعدها ضمه مماله،
فده بيدي وكل الحركات هي اللي بتضيف بتدي دقة للغة النوبية وبتخلينا 16 كلمة من الكاف والراء زي كري وكري وكري وفي مفردات كثيرة اللي بيفرق بينهم إن إحنا عندنا حركات إضافية مش موجودة في اللغة العربية. شكرا.